لكن نرجع برضو للحدث الأهم، وطبعا فقرتنا الأولى النهاردة بعين تانية. بعين تانية هنشوف وجه مختلف تماما وآراء مختلفة تماما. كان الحديث عن فكرة النادي الأهلي هل هيلعب بالاحتياطي، هل النادي الأهلي هيبقى بيلعب المباراة بفكرة يعني يهمه مين يبقى تاني أو مين يبقى تالت. طبعا الموضوع كان منتهي، لكن كان حازم إمام أو كابتن حازم إمام له رأي في الموضوع ده قبل المباراة. نطلع نسمع رأي الكابتن حازم إمام عشان عندنا كلام كتير جدا في النقطة دي. فرق كبار يا كابتن، صعب قوي فكرة إن أنا أنزل ماتش مش عايز أكسبه، يعني الفكرة نفسها كلعيبة وكمنظومة في أي فرقة كبيرة احترافية في العالم مش ممكن، مستحيل. يعني لو أنزل عشان أخسر صعب ممكن جدا. بس أكون خايف على نفسي شوية. أكيد نعم. بس أنا بتكلم أنا حتى وأنا بلعب ماتش ودي كان أنا في الزمالك ولا حاجة مش عايز أخسر طبعًا. والأهلي نفسي كان مش عايز يخسر طبعًا. فبالتالي كان لما ألعب ماتش في الدوري ومع بيراميدز لا أكيد مش هيبقى الموضوع بالسهل، وأكيد هلعب 100% من مجهودي وعايز أكسب أكيد بيراميدز وعايز أكمل وأعمل أرقام. فيعني على فكرة إن أنا أسيب ماتش ما أعتقدش فرقة كبيرة زي النادي الأهلي تعمل ما ياخدش الماتش بجدية أصدق. ولا ما ياخدش الماتش بجد انا سوري يعني بلاش يعني انا بتكلم باللغه دي عارف الناس بتتفكك لنا على الكلمه يا عم حازم يعني. لا يعني ما فيش حد فرقه كبيره في العالم يا كابتن. هو لو كابتن حازم امام كان لاعب سابق في النادي الاهلي فانا طبعا اتوقع منه الكلام ده بشكل فكره الجديه حتى في المباريات الوديه. لكن طبعا كلنا عارفين كابتن حازم امام كان له تصريح سابق في 2009 ويعني خلاص يعني تم استهلاكه بشكل كبير جدا، والناس كلها وصل لها الموضوع ده من فكره انا مش هموت نفسي عشان خاطر المنافس بتاعي اللي انا طول الوقت بتكلم عنه ياخد بطوله او ما شابه. لكن احنا عندنا في النادي الاهلي الوضع طبعا مختلف تماما، وحضراتكم شفتوا المباراه بنلعب ب 10 لاعبين وقدرنا نكون نطلع بالمباراه بنتيجه سلبيه، وده مش بس المعيار، لا ده كان في التحامات قويه جدا في المباراه، يمكن حتى بعض لاعبي بيراميدز تعمدوا بعض العنف من وجهة نظري، وده طبعا بيفكرنا بموقف قبل كده هنا بنحترم فيه الكابتن طبعا الخلوق كابتن طه بصري لما كان في مباراة بيقود المقاولين العرب قدام النادي الأهلي. كان أول نصيحة قالها لعيب المقاولين خدوا بالكم لعيبة النادي الأهلي رايحة تلعب في مباراة أفريقية بتمثل مصر، فحافظوا عليهم قبل ما تفكروا في فكرة الالتحامات القوية دي. لكن خلاص مباراة ليها ظروفها، منافس ليه ظروفه، لكن في النهاية النادي الأهلي لعب مباراة كبيرة أداء قوي. لكن الكابتن حازم امام نسى تصريحه تماما يا فارس في 2009، وما كانش ده بس تصريحه. بس احمد انا عندي مشكله مع فكره التعميم، يعني انت بتتكلم بشكل واضح عن ان نادي الزمالك ونادي الاهلي بصفاتهم التاريخيه وبشكلهم التاريخي دايما المباريات دي بتتلعب بالشكل ده. احنا لو رحنا للتاريخ مش هنلاقي التاريخ بيقول قوي كده بالزبط. وطبعا انت احمد اتكلمنا قبل كده كتير في واقعه موسم 61 كابتن علاء الحمولي والتواطؤ مع نادي المحلة وإن هبوط نادي المحلة، فإحنا ده قرارات رسمية، ده قرارات رسمية وشطب ست لاعبين. فبلاش يا كابتن حازم يعني توسع الدايرة، يعني بنتكلم في موقف بنتكلم عن النادي الأهلي بصفاته، إنما ما نعممش لأن التاريخ فيه حاجات مختلفة. بس التاريخ برضو في حد تاني كان رأيه بعين تانية عن اللي قاله كابتن حازم إمام. نطلع ونشوف مين اللي شاف الموضوع بعين تانية خالص، نشوف الفيديو. اللي احنا شفناه امبارح من وجهة نظري كان هناك تخاذل من لاعبي نادي الزمالك، كان مفيش روح في الملعب، مفيش رجولة في الملعب، اللاعب بيخش فيه جون وعادي جدا كأن الموضوع مش فارقة معاه، اللاعب بيخش فيه هدف ويعني في ابتسامة بسيطة، الناس اللي بتتفرج تقول ان الزمالك عايز الاسماعيلي يكسب المباراه. انا لو كنت راجل صحفي هكتب بالمانشيت كده في مباراه رومانسيه، بتفكرني بفيلم حبيبي دائما بالظبط كده، مباراه رومانسيه. اعتقد زي ما كانت مباراه الزمالك والاسماعيلي في موسم مصيري وصل بيه الاسماعيلي لمباراه فاصله، كان الاهلي لعب مع انبي في الجوله 28 يا احمد وتعادل، والزمالك بيلعب مع الاسماعيلي بعدها الزمالك بيخسر 3-1 من الاسماعيلي في مباراه في قمه الكوميديه. نكتفي بالتعبير ده ونفهم المباراه مشيت ازاي. ولكن على الجانب الاخر قمه الكوميديه ولا الرومانسيه زي ما كابتن خالد لا قال. كوميديه، لان كان طول المباراه كابتن عبد الواحد السيد بيضحك، وانا يوميا ما كنتش فاهم ايه مبرر الضحك، يعني ومباراه هو خسرانها 3، حتى عبد الحليم علي لو تفتكر جاب جون راح اتغير يعني اتعاقد، كان اللي هو مش مفترض يعني تجيب جون. الاغرب
ان لما انت بتشوف المباراه دي رومانسيه تشوف يعني ايه. حيرتني بقى معاك كده، يعني امشي معاك كوميديه. لا ده كلام كابتن خالد. الرومانسيه بقى رجعنا لكابتن خالد. اللي كان بيشوف المباراه رومانسيه، لا تعال شوف مباراه الاهلي وبيراميدز. عندك فرصه مع الوداد تاريخيه. لا دي تصنف افلام عنف. صح، افلام رعب. بتلعب ناقص، بتقاتل على حظوظك للحظه الاخيره، بتعمل كل حاجة ممكنة، بتلعب عشرة، مش فارق معاك ان انت قدراتك البدنية بتستهلكها، بتلعب بشرف، بس مش عشان توصل منافس للمركز الثاني او منافس تقسيم البطولة. ده مش تفكير الاهلي. الاهلي بيلعب بشعار النادي الاهلي اللي كلنا اتربينا عليه. ما نعرفش نعمل حاجة تانية، ما نعرفش نضحك واحنا بنخسر. جمهورنا ما بيتقبلش ده، وده مش موجود في قاموسه. اعتقد احنا عارفين هو موجود في قاموس مين كويس قوي، عشان كده لازم بنوثق الاحداث دي. هو باختصار يا فارس، النادي الاهلي ملوش ولاد عم. الاخر كده، النادي الاهلي ملوش ولاد عم. النادي الاهلي بيلعب باسم النادي الاهلي، بسمات النادي الاهلي، بهويه النادي الاهلي. لكن الحقيقه بعض جماهير نادي الزمالك لما بدا فكره بقى استعراض فيديو الكابتن حازم امام 2009 واستعراض فيديوهات لناس تانية كتير، فطلعوا فيديو للكابتن احمد شوبير كان غريب بيتكلم عن فكره مباراه الاتحاد. طبعا كلام كتير بفكره مغلوط جدا، او كلام الراجل قال احنا كنا في المركز الرابع وقدراتنا ما تاهلناش في الموسم ده اننا اصلا نكسب الاتحاد. بالمناسبه نادي الاتحاد كان فيه ماتشين بعد النادي الاهلي، خسر ماتش وفاز الماتش الاخير على غزل المحله، وده الماتش اللي ابقى على الاتحاد في موسم 91 اللي هيكون لنا كلام برضه عنه في الدوري او الحلقه دي ان شاء الله. لكن على النقيض بقى، قلنا شواهد تاريخيه كتير، وحابين بس نفكر الناس ان نادي الزمالك بينافس على المركز الثاني مع فريق بيراميدز، والمباراه الاخيره ليه مع اولاد العم النادي الاسماعيلي، اللي طبعا فيه تصريحات كتيره الكابتن سيد بازوكا وما شابه، وفكره احنا مباراتين وهم مباراه وجملناهم، والعلاقه اللي هي اولاد العم بين الناديين. طبعا النادي الاهلي ما عندوش الكلام ده، لكن عندنا كمان الكابتن اسامه خليل بيتكلم في واقعه. ليه جايبينها النهارده؟ لان الواقعه دي اضرت بالنادي الاهلي. النادي الاهلي بيلعب مع غزل المحله في اخر مباراه في الدوري 1978، والزمالك في الاسماعيليه مع الاسماعيلي. نشوف الكابتن اسامه خليل يحكي لنا ايه اللي حصل في الاسماعيليه. كابتن اسامه، اعرف تماما ان في احد المواسم ساهمت في فوز الاسماعيلي على النادي الاهلي، لكن في نفس الموسم كان الاسماعيلي مع الزمالك، والمباراه انتهت لصالح الزمالك 2-0 في الاسماعيليه. أيوه. حسمت البطوله، سبت المباراه بين الشوطين ومشيت. حصل والله ما شاء الله انت ذاكرتك قويه. برافو. المباراه دي كانت المباراه النهائيه في الدوري، اتذكر 77 تقريبا. نعم. او 76. وانا كنت اطمع في الحصول على هداف الدوري المصري، وكان نادي الاسماعيلي بعيد عن المنافسه، ولكن المنافسه كانت بين الاهلي والزمالك على من يفوز بالمباراه اللي سموه الهدف الاعتباري. مظبوط. كويس. حقيقه في اليوم ده كانت مباراه غريبه الاطوار. اولا ما تفهمش من لحظة نزولنا في الملعب والجماهير، وانا بقول الكلام ده حقيقة بعد مثلا حوالي 20 سنة من يعني الجماهير بتقول زمالك زمالك، ولقيت المباراة ماشية غصب عننا تبعا لما يراه الجمهور. خلاص. فأنا بينه استأت جدا. طبعا كابتن أسامة خليل كان نفسه بهداف الدوري، فلما شاف ان النتيجه ماشيه غصب عنه او المباراه ماشيه لصالح الفريق المنافس والاجواء كلها لصالح الفريق المنافس، الراجل قال لك ايه؟ لا انا مروح بقى كده، شكرا للتحيه انا مروح. بالمناسبه في المباراه النادي الاهلي والمحله اللي انتهت بفوز الاهلي 4، كان في هدف لجمال غوده تصويبه من بره ال 18، الكره سكنت شباك، حتى الان ما حدش عارف القصه الموضوع ده انتهى ليه. فبقى عندك الهدف اللي هو طبعا فاز بيه الزمالك بدوري هدف اعتباري، والجولين اللي طبعا سجلوهم في مباراه الاسماعيليه. ده اللي بيتم في مباريات اخرى يكون طرفها مش النادي الاهلي، لكن النادي الاهلي حتى وهو بيتحكم في مصير الوصيف بيبقى حظ الوصيف اللي هيقابله او المرشح للوصافه ان هو يواجه النادي الاهلي، وطبعا النادي الاهلي بيلعب دايما على الفوز. بس احمد، ده احنا عايزين نروح لما هو ابعد كمان في الموسم ده نفسه، لان موسم 78 ده من الدوريات اللي بالنسبه لي انا شايف ان ده دوري المفروض يتطرح من الدوريات الحلال ال 12. ليه بقى؟ زي ما انت قلت، الهدف الاعتباري بتاع المحله كابتن طه بصري، والمباراه اتحسبت 2 بعد ما كانت 1-0، زي ما انت قلت كمان وقعت الاسماعيلي. لا ده في كمان وقعه حكاها كابتن فاروق جعفر، بان رئيس الوزراء نزل للفريقين قبل مباراه الاهلي والزمالك، قبل المباراه قال لهم احنا عايزين نطلع بالمباراه تعادل سلبي عشان الجمهور محتقن، بما معناه ان الحسم يبقى في اخر الجولات الاخرى. يعني
كانت مباراة الدور الأول يا أسامة منتهية 1-0 الأهلي، هدف كابتن مصطفى عبده. كان المباراة اللي قبلها في الدوري الزمالك بيلاعب إسكو اللي هبط في الموسم ده وكسب 1-0 بالعافية، وانت كنت كسب الاتحاد في مباراة صعبة جدا برضو، ده من الحاجات اللي قلل فرصك في دوري 78 اللي في رأيي لو كانت مشيت ظروفه طبيعية كان مستحيل يكون من نصيب الزمالك. كمان اربط ليه الإسماعيلي في 2009 عمل كده؟ بيرد في بس لا بس يعني لا بس هي مش ردة واحدة، لأن هي الموضوع ده يعني تقريبا كده. بص، طول ما بيكون فريق منافس للأهلي سواء إسماعيلي أو زمالك وتبقى حظنا في المباراة الأخيرة بيحصل الحدث. وعايزين نؤكد حاجة، إحنا ما قلناش كلام على لساننا، إحنا بننقل تصريحات وشهادات لأشخاص لهم اعتبارهم. على فكرة كابتن أسامة خليل كان عايز ينهي الدوري هدافه، وطبعا لازم نفكره إن اللي أنهى الدوري هداف كابتن محمود الخطيب ب 11 هدف في المرتبة الأولى، كابتن أسامة خليل في المرتبة الثانية. هو كان بيعاني من القصة دي وعشان كده ساب المباراة، هو مش فارق مع مين بطل الدوري، هو فارق ولا الإسماعيلي فوز، هو فارق معاه وعاشت وكملت معاه في 20 سنة أو أكتر. ده طبعا كان دوري 78، وده طبعا كان الكلام عن فكرة هوية الفرق وشخصية الفرق وإزاي تلعب باسم النادي الأهلي، ومش عشان النادي الأهلي بيعمل كده يبقى كل الفرق قادرة على ده. وصل الدرس كويس قوي. لا خلاص بقى.